strong. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على حلقه مهمه جدا وانا الصراحه متحمسه ليها، اللي هي فحوصات ما قبل الزواج. طبعا مدى اهميه الفحوصات قبل الزواج دي بتقينا من حاجات كتير جدا بعد مرحله الزواج، ان ممكن يحصل اي عدوى او امراض وراثيه بتحمي طبعا الزوجين من اي مشاكل ممكن يتعرض لهم بعد مرحله الزواج. هنتكلم على اهم الفحوصات، قائمه من اهم الفحوصات اللي لازم تتعمل قبل الزواج، وهنتكلم على جزء منها. اول حاجه هتكلم عليها هي الامراض المنقوله جنسيا. طبعا الفحوصات للامراض المنقوله جنسيا دي تعتبر على قائمه الفحوصات الطبيه قبل مرحله الزواج، لان طبعا بتشمل نقص المناعه المكتسبه، بتشمل الامراض زي التهاب الكبد، بتشمل كمان امراض زي الهربس والزهري والسيلان، وبعض الامراض زي مثلا التهاب المهبل الجرثومي وعدوى الكلاميديا، وعلى راس القائمه كمان الايدز، وكمان الخمائر اللي ممكن تتنقل اثناء الايد. كمان تاني حاجة مهمة لازم تتعمل في فحوصات ما قبل الزواج هو فصائل الدم، وخاصة فصيلة الدم الـ RH أو عامل رايسس، لأن لو كان أحد الزوجين بيحمل عامل رايسس سالب فده طبعا، وخاصة الزوج لو كان موجب، فاحتمالية ولادة الطفل إيجابي قد تكون بنسبة 50%، وطبعا ده ممكن يأثر على الطفل وبيؤدي إن ممكن يحصل له انحلال للدم الخاص بالجنين. كمان من أهم الفحوصات، ودي الحاجة الرئيسية المتعارف عليها قبل الزواج، هو اختبارات الخصوبة. طبعا اختبار الخصوبة مهم عشان معرفة مدى احتمالية نجاح فرصة الإنجاب من عدمه. كمان بتشمل اختبارات الخصوبة كل من الرجل والمرأة، بتعمل طبعا الموجات فوق الصوتية على الأعضاء التناسلية، بالإضافة لاختبار السائل المنوي واختبار الهرمونات الخاصة بالأنثى زي الـ LH والـ FSH والبرولاكتين والبروجسترون، وكمان التستوستيرون فري وتوتال. دي من أهم الاختبارات، كمان والـ AMH اللي هو مخزون المبيض بالنسبة للمرأة، دي من أهم الاختبارات اللي لازم تتعمل من اختبارات الخصوبة. كمان التوافق الجيني، دي من الحاجات برضو المهمة المستحدثة في عالم الاختبارات، لأن طبعا خاصة زي مرض الأنيميا الانحلالي أو أنيميا البحر المتوسط، من أحد أهم الأمراض اللي هي ممكن تتنقل عن طريق الوراثة، فطبعا ده من الممكن ان هو يسبب خطوره سواء على الاطفال اللي جايه، وممكن يحتاجوا ان هم يغير لهم دم او مشاكل كتيره في الفترات اللي هي اللي بيعيشوها. طبعا الامراض المزمنه، كمان تحاليل او الكشف عن الامراض المزمنه زي السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدد الدرقيه قبل الزواج خاصه بالنسبه للنساء، لتجنب طبعا اي مشاكل صحيه ممكن تحصل للجنين او اي مشاكل اثناء الحمل او بعد الولاده. كمان اهميه فحوصات بقى ما قبل الزواج، اولا بتشوف مدى استعداد الزوجين للانجاب، هل هم في وضع بيسمح لهم ان هم يمكن ينجبوا بصوره طبيعيه او لا. كمان ان هو بتقيهم من الامراض اللي ممكن احتمال يتصابوا زي الامراض الوراثيه. كمان انخفاض نفقات الصحية اللي ممكن تحصل بعد كده نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة اللي ممكن يعيشوا بيها. طبعا
يمكن التعامل مع نتائج الفحوصات دي مهمة، يمكن زي مثلا ما السعودية عملت أول من أحد أهم الدول اللي عملوا فحوصات من قبل الزواج، ده قلل بنسبة كبيرة جدا وراثة أنيميا البحر المتوسط عندهم بنسبة كبيرة، بنسبة 50%، وبدأت تتعمم على معظم الدول، ولكن طبعا ما بتبقاش فرضة، بتبقى الاختيار الزوجي. فدي من أهم الفحوصات والتحاليل اللي بتتعمل ما قبل الزواج. طبعا لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تشيروا الفيديو لناس تانية يمكن تستفيد بيها. بشكركم.